كالعادة اخواني اخواتي لأهمية الفيديو يرجى دعمه بلايك حتى يصل الى اكثر عدد من الناس. الزنجيل، الشور، المشعل الجمر، اللطم، وايضا التطبير، وامور عديدة جدا تخص الشعائر يتكلم عنها الشيخ احمد سلمان. هذا الفيديو جامع كالعادة كقناة خواطر فكرية تجمع وتأخذ اكبر عدد او اكبر فائدة من الحلقة وتعطيها ان شاء الله على طبق من ذهب لحضاراتكم. اذا هذا الفيديو مثل ما قلت مهم جدا، فادعموه اخواني اخواتي بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. اولا ننطلق بموضوع او ما فائدة الشعائر، حتى لما يتكلم الشيخ احمد سلمان عن الشور، عن اللطم، عن التطبير، عن وعن وعن، يكون الموضوع ممهد بكون ان الشعائر او اهمية الشعائر والاسباب التي تجعل ان الشعائر مهمة. نعم، ما هو الشيء الذي يجذب الناس وما يعبر عنه بالبروباغندا الاعلامية؟ شيء مختلف. الخبر الذي يجذب الناس هو الشيء المختلف عن العادة. الشعائر الحسينية منذ اول يوم كانت هي ممارسات صارخة، ممارسات تجذب انتباه كل مخالف. ماذا يصنع هؤلاء؟ لماذا؟ غرض الأئمة، هذا تحليل طبعا وليس نص، تمام، هو تحريك الفضول في المخالف. المخالف كيف أجذبه لقضية الحسين من خلال الشعائر؟ نفس هذه الممارسات تجعله يتساءل ماذا يفعل هؤلاء. مثلا الآن لو مر إنسان عادي في الشارع، نرجع للموضوع القديم، ويضحك لن تهتم، لكن مر إنسان كبير في السن ويبكي، أول سؤال لماذا يبكي؟ صح. ثم يقول لك لا أنا سأذهب 100 كيلومتر 200 كيلومتر للبكاء على قبر ميت. هذا أيضا أمر أعجب. الآن من هو هذا الميت؟ سيقول أنا أبكي على إنسان مات قبل 1400 سنة. سيزيد الفضول. هذا الفضول هو الذي سيدفع هذا المخالف للبحث عن حقيقة هذا الشخص الذي يبكى عليه من أكثر من 1400 سنة. فتجديد الشعائر هي النتيجة التي ستحصل، جعلها أمرا عاديا يفقده هذه الجاذبية وهذا الألق الذي يتجدد في كل عام. فلذلك التجديد هو إسقاط لها. وأنا أعطيك قضية عجيبة، تمام، هل تعلم أنه في العراق في لعله القرن الرابع الخامس في هذا الإطار، الرابع لعله، أن الطرف المخالف لما رأى تأثير الشعائر الحسينية على أتباعه قاموا واستنسخوا الشعائر الحسينية على رموزهم. تريد أمثلة؟ نعم. مثلا نحن نحزن يوم عاشوراء ونقرأ المقتل، هم بعده بأسبوعين كانوا يقرؤون مقتل مصعب بن الزبير. يقرأ المقتل ويختخرج المواكب لللطم وتقرأ الأشعار ورواديد بتعبيرنا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذا الأسلوب في إيصال القضية الحسينية ناجح، وإلى اليوم ناجح، والدليل على نجاح أن كل الإعلام العالمي يوجه لتغطية قضية الحسين عليه السلام. صحيح. فلذلك التجديد يعني خسارة كل المكتسبات التي حققناها من شعار الحسينية. لذلك عندما يسأل المرجع سماحة السيد علي السيستاني بخصوص هذا الأمر تقريبا يجيب بإجابة أنه ينبغي أن نكون على ما عليه السلف السابق. نعم، طريقة متعارفة حتى نحافظ على ما نحن عليه. أما الآن فنتوجه بصورة مباشرة إلى أسئلة بخصوص المشعل الجمر، الزنجيل، وأيضا موضوع الشور. راح نتكلم أو راح يتكلم الشيخ أحمد سلمان، وأنا راح أترك تعقيبي للتعقيب النهائي بختام الفيديو، لأن أريد أتكلم بعدة أمور وأنصح بعض النصائح للشباب لإخواني من الموالين. نستمع ونعقل، فخليكم على الفيديو.
قبل الفاصل كنا تحدثنا عن أو جنابكم تحدث عن لماذا لا يمكن هنالك تجديد في الشعائر الحسينية، وأبقينا مفردة التجذيب أو تجذيب الشعائر الحسينية، هل يمكن لنا أن نطلقها أو أن نعمل على تطبيقها؟ هذا التعبير مشكل. مشكل تعبير تجذيب الشعائر وتهذيب الشعائر. جيد. وإن كان مستعملا في وسائل التواصل الاجتماعي. صح. لأنه قلنا الشعائر هي القضايا المنصوص عليها التي ورد في حقها نصوص من أهل البيت، سواء بالعنوان الخاص أو بعنوانها العام. أنت لما تقول أهذب الشعائر، يعني المعنى الحرفي للجملة، كأنك تقول أنا سأهذب ما أمرنا به أهل البيت عليهم السلام. صح. أنا سأشذب ما دعت إليه العترة الطاهرة، ولا أظن يقول هذا الكلام مؤمن. طبعا من يقول هذا الكلام لا يعرف خطورة هذا الشيء، فأول مشكلة هي في الجملة. ثانيا، من المهم جدا أن يعرف كل إنسان حجمه وقدره. من الذي من حقه أن يقول هذا حلال هذا حرام هذا يماس؟ الفقهاء فقط، الفقهاء الفعليين، فقهاء الحوزة، وليس فقهاء الفيسبوك. صح. والتويتر والتيك توك. للأسف في محرم وصفر يطلع لنا مجموعة من الفقهاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وكل يفتي وينظر. لا، شعائر هي مسائل فقهية يرجع فيها إلى كل فقيه جامع للشرعات. هل من الممكن أنه بعض الأمور ما جاي نستسيخها، خلينا نقول هكذا، يعني البعض يتحدث بلسانهم أنه هذه الشعائر دخيلة علينا، هذه الشعائر لا يمكن ممارستها، هذه الشعائر صعب أن تحول إلى تطبيق، فكيف يمكن لي أن أتقبلها؟ أولا نحل المشكلة شرعا، هل هذا الفعل جائز أو محرم؟ ثانيا، هل هذا الفعل، والحل الأول عند الفقهاء، للفقهاء. جيد. هل هذا الفعل على تقدير جوازه هو يخدم القضية الحسينية أو لا؟ قد يكون الفعل مباح لكن لا يخدم. هذه كلمة يخدم، من يحددها؟ فقيه طبعا. أيضا الفقيه. جيد. تطبيق العناوين الثانوية كعنوان توهين المذهب مثلا، هذا الفقيه، لأنه بعض الأحيان، أو المصلحة العامة للمذهب، الفقيه. تمام. لأنه بعض الأحيان حتى يفهم المشاهد الكريم هذه العبارة، قضية توهين المذهب بعض الأحيان هو يتصدى كشخص لكي يحدد هل هذا الشيء يوهن القضية الحسينية أو عفوا المذهب أو لا يوهن المذهب. هذا فقه الأهواء. أهواء. جيد. لأن الفقيه لما يحدد هذا التوهين أو لا ينطلق من خلال النصوص ومن خلال الأدلة الشرعية، استنباط الحكم الشرعي، لا ينطلق من خلال منشور في الفيسبوك. صح. أو تقرير لفضائية ما. وإلا لو فسحنا المجال الحج سنويا، هناك من يسخر منه، يقول كيف تطوفون حول هذا الصندوق الأسود. صح. لا، القضية هي قضية فقاهتية يرجع فيها للعلماء. تمام. دعني أشرك أحبتي وأخوتي. نعم. الشباب معنا إن شاء الله. من سيبدأ منكم؟ تمام، الاسم إذا أمكن والكلية. حبيبي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أمير على السين من كلية القانون جامعة وارث الأنبياء. شيخنا، هناك سؤال. بس علي لصوتك شوية بعد. البعض يشكل ويقول أن هناك بعض الشعائر في الوقت الحاضر أنها شعائر دخيلة أو شعائر مستحدثة، كشعيرة الشورى المقدس وشعيرة المشي على الجمر وشعيرة الزنجي كما ذكرتم، هل هذا أمر صحيح أم لا؟ جميل. جي. نحن نسأل هذا القائل بغض النظر عن رأيه، هل هو مع أو ضد؟ أنت بأي حق تقول هذا دخيل وهذا حرام؟ بأي حق؟ هذا إفتاء، ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء. مشكلة قضية، أصبحت عندنا مسائل فيها جرأة على الفتوى، من أهمها قضية الشعائر، سواء في جانب استحداث الشعائر أو في جانب ضرب بعض الشعائر أو بعض الممارسات. في جانب الإثبات مثلا قضية الشور المقدس، هو قرآن، هو كعبة،
هو ضريح الإمام؟ لا، هو يندرج تحت عنوان اللطم. اللطم ذكرنا رواية في الحلقة الماضية، وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليلطم اللاطم. وبهذا اللطم شعيرة من الشعائر، وهي إظهار الحزن. الآن جعل طريقة من طرق اللطم، جعلها مقدسة وفتح الباب أمام حروب في المجتمع حولها. لماذا؟ نحن في غنى عن هذه القضية. أصبحت هذه الجزئيات أو هذه الطريقة في التعاطي مع الجزئيات تشغلنا عن القضية الكبرى، وهي قضية الحسين عليه السلام. كل عام صراع مرير، والنتيجة المجتمع الشيعي ينشغل عن هذه القضية، القضية الكبرى، قضية الحسين. ببساطة نرجع فيها إلى الفقهاء، سواء كانت قضية اللطم، الشور، المشي على الجمع أو غيره. وما يقول الفقهاء؟ قولهم حجة، نحن نعمل بفتوى. قرب الميكروفون إذا أمكن حتى. يقولون أنه من الأمور المستحدثة في الوقت الحاضر. الآن مثلا ما الفرق بين اللطم والشور؟ الفارق الوحيد أن الرتم في الشور أعلى، اللطم بطيء، الشور أسرع. أين الاستحداث في القضية؟ حديثي حول أصل الشور وليس حول تفاصيل الشور، لأنه هي كلمة شور بمعنى سريع لعله. لطم سريع، هو هذا لطم سريع لا أكثر ولا أقل. نعم، دخلت أمور في قضية الشور أو في طريقة مجالس الشور، هذه الأمور قد يتوقف عندها، وقد تخرج أصلا هذه المجالس عن كونها مجالس حسينية. بعض المجالس لو تغلق الصوت، هذه جملة صعبة. لا، أنا أعطيك دليل. بعض المجالس لو تغلق الصوت وتنظر المشهد ترى ألوان مختلفة، وترى مجموعة من الناس تقفز، يعني أشبه ما يكون بديسكو، وطريقة القراءة، الحركات والقفزات والأصوات. لا، هذا الشيء هنا التفاصيل جعلت القضية مرفوضة. ولذلك أرجع إلى كلام السيد السيستاني حفظه الله، الإصرار على الإحياء بالطريقة المتعارفة. الطريقة المتعارفة كان فيها اتزان، واعذرني في هذه الكلمة، كان فيها رجولة. رجولة، رجل الرجل والذين يلطمون، الرجولة حاضرة. الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن تعلمون ما نراه اليوم. الشور ترى من الأمور، يعني نعم، الشور يعني قديما هو كان موجود، يعني من زمن حمزة الزغير وموجود ياسين موجود. نعم موجود، كان ختام العزاء يكون بقصيدة أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. الآن تغير وأصبح طريقة خاصة. قلنا أصل الشور لا نزاع فيه، المشكلة في الدخائل التي أصبحت. عندنا أمور أخرى غير منصوصة ولكن قابلة للاندراج تحت عناوين عامة. مثلا عندنا عنوان الجزع، الجزع نص عليه أنه مطلوب. الآن ما هي تمظهرات هذا الجزع والتعبير عنه؟ هذا باب واسع. عندنا مفهوم المواساة، مواساة الإمام عليه السلام، يعني مثلا المواساة بمعنى الاتباع طبقا للآية القرآنية، أو المواساة بمعنى المحاكاة، وهذا أيضا له أدلته ورواياته. أيضا هذا عنوان عام، كيف يعبر الإنسان على مواساة. مثلا من الشعائر الموجودة اليوم الزنجيل. صح، حقيقة الزنجيل ما هو؟ الآن لو ينظر إنسان عادي يقول ما هو الزنجيل؟ حقيقة الزنجيل هو مشهد تمثيلي للصياط التي ضربت بنات الرسالة، فأنا أصور المشهد مواساة لهن، أني أتعرض لما تعرضنا إليه. هذا عنوان المواساة، هذا عنوان واسع، لأن ما عندنا دليل على الزنجيل مثلا رواية بخصوصها، وغير موجود أصلا سابقا. نعم، ولكن يندرج تحت عنوان
المواساة. سؤال حول بعض الشعائر السلبية اللي قاعد تظهر يعني بمر يعني بشكل مستحدث. سماحة الشيخ ركز، بعض الشعائر السلبية. ممارسات سلبية. نعم. لا الدقة في العبارة مطلوبة. ممارسات نعم. مثل التشابيه او احضار اجلكم الله يعني حيوان او كذا يعني مثله ويربطه بواقعة الطف، وبعض شيوخ الفيس مثل ما تفضلت حضرتك يعني اللي يسوي اشياء او تصرفات يخلي يعني سخرية من الشعائر الحسينية او انتقاد من المقابل، يعني راح يفهم الشيعة او هذه الطائفة على انهم ناس همج و بعيدين عن الثقافة أصلا، يشوه ثقافة الإمام الحسين سلام بشكل مباشر. نرى أنه تضارب جذري يعني مع القضية. جميل. ما رأيك؟ هم يروا هذا الشيء الشباب. لا هو هذا واقع لا يمكن أن ننكره. جيد. أن هناك بعض الممارسات على الأرض هي سلبية وهي سيئة وإن كانت في دائرة المباح. يعني مثلا أصل التشبيه أمر جيد، مسرح التشبيه، هو التشبيه مسرح وهذا فن، صح، فن إنساني، فن عالمي، ولم يتوقف أحد من الفقهاء المعاصرين في التشبيه، نعم المتقدمين لعل المحقق النائيني عنده كلام في قضية التشبيه، لكن المعاصرين كلهم لا إشكال في القضية، فالتشبيه جائز. لكن أنا عندما أمارس التشبيه قد تكون هذه الممارسة سيئة، يعني يجب إتقانه. طبعا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه أو أن يتقنه، الإتقان مطلوب. نية بعض خدمة الحسين عليه السلام جيدة، يريد أن يستدر الدمعة، يريد أن يهيج أحزانه، هذا مطلوب، ولكن العمل الذي يقوم به يذهب به بعيدا، وهذا الذي نراه. النية جيدة، لذلك هذه دعوة لكل خدمة الحسين عليهم السلام. من المهم جدا الاستعانة بالخبرات والكفاءات. صحيح. تشبيه، استعن بشخص متخصص في المسرح مثلا. تريد مثلا أن ترسم لوحة كبيرة، استعين برسامين حقيقة يؤدون هذا الغرض. نريد لما تسلط كاميرات العالم مثل ما ذكرنا في الأربعين حقيقة نرى الإبداع، نرى الجمال الفعلي لكربلاء، لا نرى مثل هذه الأمور. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، اسمعوا لهذا رأيي، هذا رأيي اللي الحمد لله الحمد لله يعني أغلب رجال الدين اللي عندهم العلمية الكافية، اللي عندهم الرأي السديد، يتكلموا إن شاء الله أو كنت أنا مطابق لكلامه. أنا كلامي لما ينفتح موضوع الشعيرة الحسينية اللي أريد أقوله واللي دائما أقوله، أخ العزيز أختي العزيزة، مهما كنت، مهما على كانت لديك شهادة أكاديمية، مهما كان لديك مكانة اجتماعية، أنت لا يمكن أن تتدخل وتقول المشي على الجمر يوهن المثل، الزنجيل يوهن المذهب، لا التطبير يوهن، أشول والله اللطوم يوهن المذهب. أخواني أخواتي هذا مو شغلنا، هذا مو عملنا، هذا مو عملنا بكل اختصار. أنت اليوم تقلد السيد السيستاني حفظه الله، ترجع إلى السيد السيستاني، إلى مكتب السيد السيستاني، إلى مكتب السيد السيستاني، يا مرجعنا يا مرجعنا، هل هذا الفعل حلال حرام شعيرة أو يعني استحداث يوهن أو لا؟ انت اخذ كلام مرجعك وطبقه والتزم به ولا تتعدى على اكثر من ذلك، لا تتعدى اكثر من ذلك. يعني انا متاكد اليوم بعد هذا الفيديو راح ياتي شخص ويقول الزنجيل يوهن المذهب، يوهن المذهب، يجعل من المذهب، يجعل من الغرب، ويجعل من غير المذهب، من غير المذهب الشيعي، يعني يجعلهم يسخرون. اخي العزيز الشيخ احمد سلمان ذكر مثال وانا دائما ما اذكر هذا المثال، بخصوص احنا جاي نطوف، احنا كمسلمين جاي نطوف حول غرفة فارغة، هل هذه الغرفة الفارغة عندما يسخر مني الشخص الغربي او الشخص الاخر، هل اترك هذه الكعبة المقدسة قبلتي، هل اترك القبلة، هل اترك هذه الغرفة التي يعبر عنها بانها فارغة؟ فاخي العزيز رأيه مو معيار، رأيه مو مقياس، رأيه مو هو اللي يحدد. فاخي العزيز
أختي العزيزة، أكرر أكرر أكرر، إن شاء الله يصل 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 هدف الفيديو، يصل رأيي، يصل إخواني أخواتي الفقهاء، كل فقيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يجب علينا، أو بما أنه إحنا قلدنا فهو جامع للشراط والحمد لله، وإحنا جايين نقلده بهذه الأمور، إحنا هذا دورنا ينتهي بهذه النقطة. فمثلا نذكر مثال، يعني مسألة التطوير، اللي دائما دائما ما أدافع عن التطوير وأنا ليس من المطبرين، اللي أريد أبين أنه إخواني أخواتي رأي الشخص المخالف هذا مو حجة، وهذا هو مو هو المعيار، المعيار هو قول المرجع الذي أقلده. أيضا بخصوص موضوع الشور، وكان أكو إسهاب جدا من الشيخ أحمد السلمان بموضوع الشور، الشور هو لطم، لطم سريع، يسأل عن بعض الجزئيات المرجع الذي تقلده، وهكذا وهكذا وهكذا. فالشخص الذي يريد أن يشذب أو يهذب الشعائر بصورة أو بأخرى، يريد أن ينصب من نفسه مرجع، والمرجع الذي كما عبر عنه بأنه مرجع حوا، وأيضا بأنه مرجع فيسبوك أو من جماعة اليوتيوبر، تعالوا افتي، تعالوا خلي، تعالوا حرم، الموضوع مو سهل، الموضوع صعب. أخواني أخواتي، أنا اليوم ما أطبر، بس ما راح أتهم كل شخص يطبر بأنه والله يوهن المذهب. هل أنا مرجع؟ لا. هل أنا عالم أو رجل دين؟ لا. هل أنا أقل درجات الحوزة عندي؟ لا. طيب أنا شنو دخلني؟ غير أنت لازم تكون متخصص، هاي الكلمة عديتها أكثر من مرة، عسى أن ينفتح عقلك أنت الشخص اللي عندك، إذا شعيرة ما مداخلة بعقلك إذا هي يجب أن ترفع. أنا قبل فترة ذكرت موضوع التطين، وأقصد بالتطين أنه تراب، يعني يمسح على مثلا الصدر، يمسح على الثوب اللي الخارجي، ويكون الموضوع به مواساة للعترة الطاهرة ولمحاكاة لفعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأفعال الأئمة عليهم السلام. هل هذا الفعل يجعل من شخص ينتقدني؟ بل يجعلني من الذين يعني يسخفون، يعني يبتدعون بالمذهب. أخي العزيز الشعار، أني أكو ناس من المراجع، بالمرجع خليته بالصورة المصغرة، هو يعني مخلي تراب على نفسه ومطين نفسه بالطريقة اللي انتم جاي تشوفون. فأخواني أخواتي، أعيد وأكرر، ليس هذا الدين مو لعبة، مو اللي إجا وقال هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام وهذا. أخواني الدين مو لعبة، فكل شخص يعرف قدره، كل شخص يعرف موضعه. اليوم إذا أنت دكتور، مو لازم تكون فقيه ومتشرع وتعطي أحكام. فأخواني أخواتي، هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، هذه آراء الشيخ أحمد سلمان، وهذا رأيي وهذا تعقيبي، وفي أمان الله.